له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. الفروقات اللي بين الملتزمين وبين الناس وبعضهم في الدين، الفروقات ديت والأخطاء اللي عند الملتزمين وعند أهل الدين قد تكون فتنة لبعض الناس ألا يلتزم. معايا؟ تاني، يعني أحيانا مثلا واحد عايز يلتزم وتلاقيه اختلط بواحد ملتزم ودين بس عنده بعض الأخطاء، أخطاءه دي ربنا ابتلاء التاني ده عشان ما يلتزمش، قد تكون سبب في عدم التزامه. يقول لك لا يا عم ده فلان أخلاقه وحشة. طب ايه علاقة ان فلان اللي بيصلي أخلاقه وحشة بان انت ما تصليش؟ فقد يبتلى بذلك. انت نفسك ممكن تيجي تبتلى بسوء خلق عالم، بزيغة الحكيم، ان عالم يضل او يزل زلة، ده ابتلاءات، لان الصادق الحاجات دي ما تصدوش عن الالتزام. الصادق اللي باحث عن مراد الله الفروقات والتغييرات دي ما تصدوش، وده هيحصل، ده هيحصل، انك هتشوف داخل اهل الايمان حاجات معينة. المشركين شافوا الفقر فالفقر صدهم، لا انا عايز اقولك انك هتشوف حاجات اشد من الفقر، قد تشوف اخطاء، قد تشوف شدة، قد ترى خلاف، قد ترى زيغة حكيم، قد ترى زلة عالم. الاشياء دي لو صدتك يبقى انت كده فتنت. ممكن واحد بيفتن بان كوتشيه اتسرق من المسجد مثلا ما عادش يرجع تاني، وممكن واحد زي ما نقول انت قلقان على الكوتشي موجود ماشي الحمد لله، وممكن واحد يفتن بابسط من كده او باصعب من كده، بل بالعكس. تيجي مثلا اضرب لكم امثله كمان، ممكن واحد مثلا لقى حد سبقه في طلب العلم، فلقى اللي سبقه في طلب العلم ده لقى مثلا ربنا كان مفرغه ورزقه من المال، فانت تقول للشخص التاني تقول له انت بتطلبش العلم ليه زي فلان؟ يقول لك لا اصل فلان عشان بس متفرغ وربنا رزقه، هو لو ما كانش كده ما كانش طلب علم. يقعد اي حد سابقه يقول اصل هو ربنا اداله كذا. طب وانت بتطلبش العلم ليه؟ انا لو ربنا فرغني زي فلان هطلب العلم. فلان سبقه في حفظ القران، وفلان مثلا في كليه مثلا علميه معان، وهو في كليه مثلا بسيطه، فتقول له انت ما حفظتش القران؟ يقول لك لا اصل هو في كليه علم. يا ابني الحفظ ملوش علاقه بكذا. فتلاقي الفروقات الفرديه ديت فتنه. الفروقات التفضيل اللي بين البشر ده ربنا وضعه فتنه، قد يفتن الناس عن الدين. الفروقات الفرديه اللي بين الناس دي فتنه. ممكن واحد فعلا يتأفف ان يبقى جنب فلان، واحد منافس من فلان. ممكن واحد في درس مهم بالنسبه له ما يحضروش عشان منافس من فلان. ممكن واحد يحتاج الى علم فلان ومش عايز يروح له عشان متضايق منه. ممكن واحد يحتاج انه يعمل في الدعوة مع فلان بس مش عايز يعمل معاه عشان منافس معاه. الفروقات ديت اللي بين البشر الطفيفة ديت تفتن الناس عن اجزاء من دينهم، وقد تفتن الناس عن كل دينهم. معايا؟ وضحت كده ولا؟ يبقى الفقر بتاع المؤمنين، وكذلك فتنا بعضهم ببعض اللي يقولوا هؤلاء. يبقى مين اللي بيقول كده هنا دلوقتي؟ الكفار. بيقولوا على مين؟ بيقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يعني بيقول ايه؟ انت عايز تقول لي ان الايمان منة عظيمة، وان ربنا اختار الفقراء بالمنة العظيمة دي وما ادالهاش وما اختارهاش احنا؟ ازاي؟ ده احنا اللي معانا الفلوس. الطبيعي ان لما كان ربنا يختار كان يختارنا، وبما ان ربنا ما اختارناش يبقى اكيد دي مش منة. ده معنى الكلام. زي آية بالظبط، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وبما ان القرآن ما نزلش على رجل من القريتين عظيم يبقى اللي نزل ده مش قرآن. معايا في الفكرة اللي عايزين يوصلوها؟ أهؤلاء من الله عليهم بيننا؟ فربنا بيقول لهم أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله أعلم من يستحق النعمة. يبقى لما تلاقي واحد ربنا اداله نعمة وانت قصرت فيها اتهم نفسك. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟